بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه استعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتعرض إلى أو نتطرق إلى الوحدة الأولى في ميدان الطاقة لمستوى السنة الثالثة من التعليم المتوسط، وهي السلسلة الوظيفية. وسننطلق في هذه الوحدة بإذن الله من خلال الإجابة على هذا السؤال أو هذه الوضعية: كيف يتم توهيج مصباح كهربائي بالماء؟ وهذا السؤال ورد أيضا في وضعية الانطلاق التي تكلم فيها على أن التيار الكهربائي أو الكهرباء يمكن توليده من الرياح، وقال: هل يوجد طاقة أخرى غير الطاقة الفحمية يستخرج منها الطاقة الكهربائية؟ فاخترنا كيف يتم توهيج مصباح كهربائي بالماء. إذن لا شك أننا هنا سنحصل على هذا الفعل، ألا وهو توهيج المصباح بطريقة غير مباشرة. يعني لا يعقل أن يفرغ الماء على المصباح لكي يتوهج، يعني ليس بهذه الصورة. إذن فهو في هذه الإشكالية أو في هذه الوضعية أعطى لنا جملتين ميكانيكيتين، جملة ابتدائية وجملة نهائية. الجملة الميكانيكية الابتدائية هي الماء، والجملة الميكانيكية النهائية هي المصباح. إذن كيف لك أن تنطلق من الماء لتوهج المصباح؟ إذن فلا شك هنا قلنا هذا الفعل يحتاج إلى جمل أخرى. إذن نقول يجب أن تكون لدينا مجموعة من الأجسام أو الجمل تشكل سلسلة في هذه التركيبة وتسمى بالسلسلة الوظيفية. إذن فلكل جملة في السلسلة الوظيفية، يعني كل المكونات الموجودة التي سنصادفها في هذا التركيب الميكانيكي، قلت لكل جملة في هذه السلسلة وظيفة. هذه الوظيفة تظهر أو تتجلى في فعلين. الفعل الأول هو فعل الحالة أو فعل الهيئة، والفعل الثاني هو فعل الأداء أو فعل الوظيفة. ما معنى هذا الكلام؟ سنرى هذا من خلال التركيبة الآتية، من خلال الإجابة على التساؤلات الواردة في التركيبة الآتية. إذن لدينا هذه التركيبة التي ستشغل لنا المصباح انطلاقا من الماء، وهذا النشاط مأخوذ من كتاب التلميذ. إذن لدينا وعاء مزود بصنبور يعلق في حامل كما ترى، وهنا يعني حينما نجري المقارنة فهذا الوعاء يلعب الدور الذي يقوم به السدود التي ينجزها الإنسان في الطبيعة لتجميع الماء. إذن قلنا هذا وعاء مزود بصنبور، ثم يكون هناك تحت الصنبور أو تحت الوعاء مباشرة. إذن قلنا على مسافة من الصنبور، يعني تحته تماما، توجد عنفة توربينة، يعني على شكل مروحة. إذن فهذا العنفة يسقط عليها الماء فيقوم بتدويرها. هذه العنفة كما نلاحظ تكون مزودة ببكرة، يعني حينما تدور العنفة تدور البكرة، فعلى هذه البكرة يوجد سير يوصل مع الدينامو، يعني أن الدينامو أو المولد كذلك مزود ببكرة صغيرة. إذن فهناك سير من العنفة إلى الدينامو. إذن حينما نفتح الصنبور يتدفق الماء، يسقط الماء، يدير العنفة، العنفة تدير الدينامو من خلال وسيلة الوصل وهي السير، يدور الدينامو فيغذي المصباح فيتوهج. إذن لنرى الآن هذه العناصر. إذن كيف يتم توهيج مصباح بالماء؟ إذن أخذنا هذا الجدول، هنا نتكلم عن مكونات تركيبة وظيفية وهي الموجودة في هذا التجهيز. إذن فمكوناتها كما رأينا لدينا الجمل الميكانيكية التالية: رقم 1 الماء، رقم 2 العنفة، رقم 3
الدينامو أو المولد، ورقم 4 المصباح. إذا نحن سننطلق من الماء لنوهج المصباح. إذا ففي الخانتين الباقيتين في الجدول لدينا فعل الحالة أو فعل الهيئة، وفي الخانة المجاورة نذكر فعل الأداء أو فعل الوظيفة. فحينما نفتح الصنبور، ما هو فعل الحالة بالنسبة للماء؟ نقول الماء يسقط، أو الماء ينزل، أو الماء يتدفق. إذن فهذه الحالة التي يكون عليها الماء، الماء يسقط، الماء ينزل، الماء يتدفق. فحينما يسقط أو حينما ينزل أو حينما يتدفق، فإنه يقوم بوظيفة، يؤدي خدمة للعنفة. إذن فهو يقوم بتدويرها. إذن الماء يدير العنفة، ففعل وظيفته أو أدائه هو تدوير الجملة الميكانيكية المتصلة به، تدوير العنفة. الآن ما هو فعل الحالة للعنفة؟ إذن فالعنفة كذلك ستدور. إذن فعل حالة العنفة أو هيئة العنفة أنها تدور بفضل الماء. حينما تدور ستقدم خدمة أو فعلا آخر للدينامو، إذن فهي تقوم بتدويره. إذن فنقول العنفة تدور فتدير الدينامو. ما هو فعل الحالة للدينامو؟ كذلك الدينامو سيدور. حينما يدور، وهذا فعل حالة أو هيئة، حينما يدور فإنه سيقدم خدمة أو وظيفة للمصباح، أنه سيغذيه، أنه سيغذيه، يغذيه بالكهرباء. إذن حينما يغذي الدينامو المصباح، فالمصباح يكون له فعل حالة، وهو أنه يتوهج، يتقد، يتوهج، فعلان من أفعال الحالة. حينما يتوهج المصباح فإنه يقدم خدمة للمكان، أنه ينير المكان أو يضيء المكان. إذن هذا بالنسبة لأفعال الحالة وأفعال الأداء في هذه الجمل. يعني لاحظ أن هذه السلسلة المكونة من 4 جمل، لكل جملة وظيفة، لكل جملة فعل حالة وفعل وظيفة، أو فعل حالة وفعل أداء. ثم يطلب منا أن نرسم مخطط السلسلة الوظيفية لهذه التركيبة، مخطط السلسلة الوظيفية. إذن هنا تعتمد مجموعة من المصطلحات والرموز. إذن فعلينا أن نستعمل نظام الفقاعات، بحيث هذه الفقاعات نضع فيها الجمل الميكانيكية دون تكرار وبترتيب من الأول إلى الأخير. إذن لاحظ أن الجملة الأولى هي الماء. إذن فنبدأ من اليسار بالماء. الماء سيؤثر في العنفة. إذن فالجملة المواصلة به هي العنفة، والدليل على أن الماء يؤثر في العنفة هو أن نستعمل هذا السهم الموجه من الماء إلى العنفة، ثم من العنفة إلى الدينامو، ونعبر كذلك عنه بهذا السهم، ومن الدينامو إلى المصباح كذلك ونعبر عنه بهذا السهم الذي يدل على تأثير الدينامو على المصباح. ثم نكتب تحت الجمل أفعال الأداء، وبين معذرة أفعال الحالة أو الهيئة، وبين الجمل أفعال الوظيفة أو الأداء. الماء يسقط فيدير العنفة، العنفة تدور فتدير الدينامو، الدينامو تدور فيوهج أو يغذي معذرة المصباح، المصباح سيتوهج أو ينير المكان. إذن هذه هي السلسلة الوظيفية وهذا مفهومها. وفي الحلقة القادمة بإذن الله سنتطرق إلى كيفية توهيج مصباح بسقوط جسم،
ومن خلاله سنذكر القواعد المتبعة كذلك في رسم السلسلة الوظيفية. يعني هو سيطلب منك سؤال مثلا يقول لك ارسم مخطط السلسلة الوظيفية للتركيبة الفلانية انطلاقا مثلا كما ذكرنا كيف يتم توهيج او تشغيل مصباح بالماء، ارسم مخطط السلسلة الوظيفية لهذا التركيب. اذا فهذا هو مخطط السلسلة الوظيفية لهذا التركيب. اذا بهذا نكون قد وصلنا الى نهاية هذه الحلقة. في الاخير اسال الله العلي القدير ان نكون قد وفقنا كما نامل ان تكونوا قد استفدتم منها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.